نعم. صيام يوم الجمعة جائز، لكنه مكروه إذا صام يوم الجمعة لكونها يوم جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. ولأنه وجد إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فأمرها أن تفطر لأنها لا تريد إلا صوم يوم الجمعة. لكن إذا كان العذر كرجل عليه القضاء، عليه القضاء من رمضان ولا يتسنى له أن يصوم في بقية الأيام إلا يوم الجمعة، فلا بأس أن يصومه.